مقدار الصاع بالكيلو هناك أكثر من جدول. يعني على كل حال كأن المتوسط يا سيدتي السائلة أو يا سيدي السائل 3 كيلو تقريبا، يقل قليلا أو يزيد قليلا، لا أظنه يزيد، يعني أظنه يقل قليلا. فإن أخذت 3 كيلو فقد عملت بالاحتياط بارك الله فيك. والأصل في صدقة الفطر أننا نخرجها طعاما، ويجوز العدول عن الطعام إلى القيمة إذا كان هذا أصلح وأقوم بحاجات الفقراء والمساكين بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين.